كنت طفولة شقية ياك كنت قبيح، كنت تجيب تجبرية دائما بزاف، ديما مضروب بشي حجرة ولا بشي حاجة. والله صغير كنت قبيح بزاف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. و سمعت ايضا عشتي واحد الفترة صعيبة في الوقيتة اللي كنتي في الرباط باش مشيتي تقرا في المعهد. بيان سور. دابا الظروف زعما ديال انا الوالد كان شيفور طاكسي صغيرة، الوالده ما خداماش. الوالد شيفور طاكسي كان. يعني نفس المهنه ديال الدور اللي لعبتي. اكزاكتومون، كانت اوماج وبيان سور كنت قريب لديك الخدمه، دونك هادشي علاش حاولت. وكان صعيب على زعما. هادشي كان في السيناريو في المكتوب؟ قبل ولا اتفقتوا عليه؟ لا كان مكتوب. ما تزادش هاد المساله ديال الطياره. لا صدفه جيت عندنا. ملي قرب بغيت نقرا في الرباط قبل بعدا انا راح دفعت للمعهد. ماشي اول مره تقبل، حتى المره الثالثه غاد تقبلت في المعهد. قبل كنت مشيت خدمت في واحد الشركه كنخدم وهذا وكنجمع الفلوس باش مشيت نقرا في الرباط نلقى. جمعت الفلوس دوزت الكونكور ديال هذاك ما تقبلتش، خسرت الفلوس. جا العام الجاي تقبلت، مابقاش عندي باش زعما كيف الدور ديال الوالدين، سيرتو الوالده الله يطول في عمرها، دارت اي حاجه باش نقرا. المهم الشهر الاول في الرباط ما لقيتش فين نسكن، دفعت الحي الجامعي ما قبلونيش فيه. ومشيت كنسكن، لقينا انا واحد الدري واحد الحمام 24 ساعه، وكان كنباتوا فيه تما، والصباح كنفيقوا. كتباتوا في الحمام؟ في البلاصه اللي كيبدلوا فيها كنباتوا تما في هذيك البلاصه. كنتو كتكريوها ولا كتمشي؟ 10 دراهم كنخلصوا بحال ندخل للحمام. كتدخل الحمام وانت ما كتباتش؟ ما كتبات في الحمام. كتبات في الحمام والغد كنا غنتشيروا واحد الايام. واحد الله تصاحبي مع ذاك السيد اللي في الحمام. ما شاء الله عليك تبارك الله. هذه يعني الانسان اللي تيكون مكافح وتيتقاتل على الحلم ديالو. اذا هادو من التجارب الصعيبه اللي دوزتي، كنتي كتبات في الحمام، شنو اخر؟ شنو من الحوايج اللي عانيتي باش؟ لا سكننا في الحي الجامعي، غسلتنا وكيحصلونا ويجروا علينا. ممكن لقاو في اي بلاصه، راه عاشت مرحله. من بعد اصعب حاجه عاوتاني واحد الشهر ما كانش عندي فين في باش ندوز الايام وهذا. وشي واحد 15 يوم كنا كل املو عند واحد السيد، املو صباح وعشيه والعشاء. لا املو جي وكولو، لا املو غالي اصاحبي. لا كيديروا ب 10 ريال كيشد خبزه وكيكب فيها شويه املو، راه ماشي ذاك املو، ماشي املو بصح. المهم واحد القصه هي فهمتي، كنا مكرفسين زعما بحال كان ممكن تاخذ اي حاجه، عسل ولا لعيبه زعما، حيت بحلابات راك عارف يعني. كنت عايش هكا. اصعب حاجه اللي عقلت عليها بزاف واللي نبغي نقولها هنا هو واحد مني بديت كنقرا شويه، كانت والده كتجمع وهذا وكانت كتعطيني 4000 ريال الحب. كنجي لحد الكازا كتعطيني 4000 ريال سيمانه نمشي بها بالكار ونرجع، وباش ندوز ديك السيمانه ديما كناخذ. يعني 4000 ريال خصك تمشي في ترونسبور وتجي وندوز هذيك السيمانه. وانا بخير، لا لاباس عليا مع الدراري كيقراو معايا، ندير 4000 ريال بخير. واحد السيمانه جيت تقول لي راه ما عنديش اوليدي. السيمانه كان الوالد خسر الطاكسي لمولاه، وما قلت راه ما عنديش اللي زعما باش نعطيك. قلت لها ماشي مشكل، نشوف شي واحد الدراري صحابي الجمعه لحد بغيت نرجع الرباط كتعطيني ديك الامانه. ونقول لها منين جبتيها؟ قالت لي لا صافي راه دبرت، جيت بغيت نسلم عليها وانا خارج ويتبان لي الطوانق ديالها والحلقات ما دايراهمش ديال الذهب هما اللي عندها. الغد بهذيك 4000 ريال تقبت ودني ودرت حلقه وقلت غنبقى عاقل عليها الحياه كامله. وكاين اللي هادشي علاش داير الطانقه؟ هادشي اش داير؟ وكاين اللي كيقول لي اش داير هادشي طانقه راجل، ماشي ديك الهضره واحد الضيبه. وانا ما سوقيش دايرها باش نعقل على هذه القضيه وعمرني غنساها، وهادشي علاش معلمها في ودني.